الكره داخل منطقه الجزاء نرجع في مره اولى المنتخب الليبي باهي ضغط بجانب المنتخب الوطني التونسي يلزم خط الهجوم يوسف سنينه راقي العويري وادم بن احمد يخلقوا العديد من الفرص خاصه الثلاثي هذايا في الهجوم عنده كل الامكانيات يضيع على الهدف الثاني المنتخب التونسي بعد تمريرة بصراحة ولا أروع من المهاجم المنتخب الوطني التونسي آدم أحمد يضيع الكرة التونسية إن شاء الله يشيل هدف ترجع من جديد البناء هاي الركنية من جانب المنتخب راقل العويني يأخذ الكرة بالرأس يوسف سنينة والهدف الأول للمنتخب التونسي الجزائري في الكان والمنتخب الوطني التوم بن احمد كره طويله فرصه للمنتخب التونسي من كره